واضح إن العالم على موعد مع حالة من الرعب والخوف من جديد، وده بعد انتشار مرض ناجم عن بكتيريا في اليابان. وبحسب المعلومات اللي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، البكتيريا دي بتتسبب في تآكل لحم الإنسان وممكن إنها تقتله في خلال يومين. ووصل عدد الحالات المصابة بالمرض المسمى Streptococcal Toxic Shock Syndrome أو STSS في اليابان لأكثر من 977 حالة. وطبعاً ارتفاع عدد الإصابات بالمرض البكتيري ده أدى إلى حالة من الخوف الشديد على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً إن أعراضه في بدايتها بتشابه مع أعراض التهاب الحلق.